Good morning, dear parents and students. Today I will tell you pieces of advice. Take your time to know yourself. When you know who you are, you can be wise with your goals, your dreams, and your convictions. Knowing who you are allows you to live your life with purpose and meaning. مرحبا بكم سادة أولياء الأمور الكرام. نرحب بكم باستديو المدرسة العالمية الخاصة بتقديم برنامج يومي نصيحة. دائما نسأل أنفسنا من أنا؟ معرفة الذات هي أحد مفاتيح التطور الذاتي الشخصي في الوقت نفسه من المبادئ الإنسانية. أن تكون قادرة على تنظيم المشاعر والتفاعل من الآخرين والقتال من أجل أهدافنا، وبالتالي يكون الحياة غرض ومعنى. لذلك خذ وقتك لمعرفة من أنت.